الرحمن الرحيم. قال تعالى رب وحيد وتركنا وانقتلنا بعضهم بركوا يومئذ مالنت يموج حارر دحيا عي بركوا في بعض بركة كلا ونفخ والله فوفي في الصور صور كبا الله فوفي فجمعناهم وان كل من جمعا كل من وعرضنا وان بردقنا جهنم يومئذ مالنت للكافرين عن بردقنا عربا بردقت أشركنا عقب الله من آية سغاشاً إيا سغالات من سورة الكهف قصيين فربنا أجائب لهم سورة قصر من غيب بغير ربي سبحانه وتعالى وحكو رميا قيامة أهواء الشيدة إيا ضدك حال قوبه وحاهم مخونا يمالنتا وتركنا وانكتقنا بعضهم بركوا يومئذ مالنتا يموج إسوا بحياء يا في بعض بركة كله أما وتركنا وانا هيسين بعضهم بركوا يموج يومئذ في بعض بركوا وحان كي لا يبرك كرق وحياء ما لن تقيام ماذا يا ضدك يا دأول يا آخر بين تلا يسوك يا يا إلهي وحول ساسا يسوك حياء يا سيدا موج كهير كيس أوكالي هير كبض أوكالي ساسا أوكالي يسوك حياء يا مفسرين تقيم كمدة وحيدة يومئذ انت وما انت يجود يماجود اي بربرين دوران سدي ذا القرنين اي صوب حام الا وقيامة او اي شيء دي الى الافتاده ما انت او اي ما انت لله ويستحيا عيا وما فيخ والله عفوفي في سور سور كينا والله عفوفي هذه ما انت اللي قدقو ما انت عبدالبيت باسور كينا عفوفي فجمعناهم وجمعنا جمعا كل من بندت في كل من بلاي كل في سوق الله فوقنا خلائق ديوان السكان وعرضنا جهنم جهنم عن أم الجنة وأم بندقنا يومئذ مالن تال الكافرين قالوا عرضا بندقت مالن تال قيامة وددك قالوا جهنم عن أم الجنة وأم بندقنا سوى أركان أذابك إيا دباطة تعالى وقبل الدخول انت ينقلن يا الله بندقي سي ليكون ذلك أبلغ في تأجيل الهم والحزن سم ربت يدبع طبع يوصي حال دارات يا الله سي بندقي حديث صحيح مسلم حاكسه مع ابن مسعود وليني رسول قرور يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف مرة جهنم الله رحمه رسول قرور يؤتى بجهنم تضباطاً كن وهجان هجان كي لاركنا تضباطاً كن وملك باحيس تضباطاً كن باهل كي هجان وملك باحيس أربع كل بسيطة على بسوة فكرة إيسا مركات جهنم على تسوى الله بندقى الله موجين قالوا الذين كووا هي قالوا كان بايا هاتي أعينهم عندهم في جنة عندهم القوة تغسوا عن ذكري عنك حسكي وكان وحي عين لا يستطيعون قوة أنا وذين سمع النقل قال أبو واقوة واقوة أبو ربي إنه هو يكتب الله حقا يعني ذكر يجي يحس كيدا يكتب الله وما يعشو عن ذكر الرحمن إنه قيد له شيطانا فهو له قرين الدنيا ذكر يجي إنه هو يكتب الله وكان الله يستطيعون سمع وحينا عين قوة أنا وذين مقل أي حقا مقلانه حقا مين المقل الجريم قال تعالى رب وحيه أفحسب موحيهم عليهم الذين قوة كفروا قاروبي أن يتخذوا إن أيالان أيام عبادي عن أضوما هيا إكييلا من دون عن سكري أولياء إن أنه أعتدنا وحان الضيارين جهنم النار تجهنم للكافرين قال وعيان الضيارين نزولا ميل إتقائم المنزل رب سبحانه وتعالى وحيه قوة قال ذي موحيهم عليهم أضمها أنا أضمها إذا كمذا هنا يكيا شيء هو أولياءها وأحيد لليهن عبدا وبركة عقيدين يا هنا أنفع يا ميال مجل توي تاس كلا سيدخلون بعبادتهم ويكونون عليهم ندا يا سورة مريم بقى الضمة ويكجالوا يا أضمها عبادتي عبدي ويكهر من ضمة marka ana adoomahayga qayb kamida inay awliya ka dhigtaan yaani ay xiriir la yeeshaan ay caabudaan
mid ay ku badbaadiyo u suurageli ma afaxasidana waxay u maleeyeen alladiina kuwa kafaruu gaaloobay an yattakhiduu inay yeeshaan cibaadii ani addoommahayga ay ka yeeshaan min duuni ani sokaray awliyaa'a kuwa ay ka weli dhigteen oo ay la xidhiidheen oo ay caabudeen inaa annagu actadnaa waxaanu diyaarinay jahannamo naarta jahannamo lilkaafiriina gaalada nusulan manzil iyo meelay degaan qul waxaad tiraa nabiyow hal nunabbi'ukum ma idinka warannaa bilaxsariina kuwa ugu khasaaraha badan acmaalan xagga shaqooyinka alladiina kuwa weeye balla uu dhumay sacyuhum camalkoodii filxayaati dunyaa adduunyada dhexdeeda ay shaqaynayeen wahum iyaguna yaxsabuuna waxay u maleen annahum iyagu yuxsinuuna inay wanaajiyeen suncan xagga fal ahaan iyo shaqo ahaan rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waxaad tiraa nabiyow oo dadka kula hadashaa ma idinka warramaa dadka ugu khasaaro badan xagga acmaasha ay qabanayaan shaqooyinkii acmaasha ay qabanayaan dadka ugu khasaaro badan ma idin sheegaa oo ma idinka warramaa dadkaasi waxa weeye kuwa camalkii adduunyada ay la imanayeen uu dhumay ee wixii adduunyada camal oo ay la yimaadeen ay wanaagsanaa oo dhan aan la aqbalin alle hortiisana wax uu camalkoodii u geynaya aan jirin waana kuwa malaynayay inay adduunyada camal wanaagsan la imanayaan waxaa jira xadiid bukhaari ku soo arooray xadiidkaas ninkii la odhan jiray muscab oo muscab ibnu sacd ibn abi waqaas ah iyo aabihii sacad baa wuxuu weydiiyey can qowli illahi tacaala qul hal nunabbi'ukum bilaxsarina acmaala hadalkaa ilaahay fasirkiisa uu rabbi yidhi waxaad tiraa nabiyo ma idinka warramaa kuwa idinku khasaaraha badan xagga acmaasha ahumul xaruuriyatu wuli ma qolada khawaarijta la yidhaahdaa xaruuriyadu waxay ahaayeen qolo khawaarija oo soo baxay waqtigii saxaabada marka maqoladaasa sacad wuxuu ku jawaabay laa hum alyahuudu waalnasaara waa yahuud iyo nasaara ama alyahuudu fakadabuu muxammadan sala allahu calayhi wasalam yahuud muxammed bay beeniyeen waama nasaara fakafaruu biljannat jannadii ayay beeniyeen waxaa kaloo soo aroortay alyumna abi daalib aayaddan in la weydiiyey kuwa camalkoodu adduunyada camalkii wanaagsanaa ay la imanayeen aakhare waxba aan ka helayn moodayana adduunyada kulkay joogaan camal wanaagsan inay la imanayeen cali iyo daxaaq imaamkii la odhan jiray rag badan waxay dhaheen waa xaruuriyada iyo waa khawaarijtay dhaheen maxaa yeelay dee dadkani dad isku wada inay muslimiin yihiin oo camal wanaagsan la imanaya oo salaadii tukanaya oo soomahaya oo acmaal badan la imanayo waxay ku wadaanba waakaa dadka lagu dhammaynayo lagu laynayo inay iyagiiba dawado wanaagsan hayaan oo dadkii tukanaya masaajidda ku tukanaya waa ka lagu laynaya waxa lagu laynayaa waa camal wanaagsan inay hayaan iyagu marka aayadaha qur-aankaabaa la aqrinaya wado wanaagsan baan haynaada laleh sayid cali iyo daxaaq iyagu saasay yidhahen laakiin xaafid ibnu kathiir xaafidka weyn ee muarikha ee mufasirka aayaddan markuu ka hadlayay wuxuu yidhi laanaha nazalat fii haaulaai cala alkhusuusi walaa haaulaa aayaddan yahuud iyo nasaari iyo khawaarijta midkoodna gaar kuma ah bal hiya acamu min haadaa waxaasoo dhan aayadda way ka caamsantahay fain hadihi laayata makiyatun qabla khidaabi alyahuudi waalnasaara wa qabla wujuudi alkhawaariji bilkuliya aayaddan yahuud iyo nasaaraba suuqa intuuna la hadlinay madiina oona imanayay soo degtay oo aayaddu waa makiya oo markay kusoo degtay khawaarijtuna intayna soo bixin bay soo degtay bal hiya caamatun fii kulli man cubida fii kulli man cabada allaha aayaddan waxay caam ku tahay nin kasta oo ilaahay caabuda waa nin ilaahay caabudaya calaa gayri dariiqatin mardiyatin wada aan laba raalli ayna ilaahay ku caabuda aayaddan waxay tusinaysaa oy si toosa ugu caddahay buuri nin kastoo ilaahay caabudaya wadda ilaahay uuna ka raalli ahaynna ku caabudaya waddadii loogu talagalay maray yaxsibu wuxuu u marayn annahu musiibun fiiha waddadaas inuu waddadii xaqa isagu hayo musiib yahay u arkaa wa anna camalahu maqbuulun camalkiisana mid la aqbalayba u arkaa wahuwa maqduun buu wa camaluhu marduudu cibaarada waxaa iskale xaafid ibnu kathiir marka nin kasta oo waddadaa qaaday ilaahay baad caabudina isle waddadiina baal marsan bay aayadda ku dhici buu ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeye kafaruu ka gaaloobeen biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisi bay ka gaaloobeen iyo waliqaa'ihi la kulankiisa faxabidat acmaaluhum acmaashoodii baa burtay falaa nuqiimu u yeeli maynu u cuslayn mayna lahum iyaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wasnan miisaan cuslayn mayna wuxuu rabbi yidhi kuwa weeye
آيَةَ ربك قالوا يا رب الله كل انكيزة كو أعماش ودي ويبرت يعني هو مر هدونا إله الرميسنين عمل كستوه اللي ما دوه وناك أو حسن الخلق أو صلة الرحمة أو صدقاها عمل كاو من الأقبال ما يمحير عمل كقبول كيسا وحاشر دوها إيمان كل الدين إيمان لأن وحي وناك يروح اللي ما دوه ودن لما أقبالي أعماش ودي ويبرت إلهي فلا مقيم اللهم يوم القيامة وزنا كوا معلم قيامة وزنا وصلين ماين يعني فلا مفقر اللهم يوم القيامة وزنا وي وح وزن أو نوع عسلين أن تعمل وزن عسلين ما وقع حج لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أبو هريرة ولينا إيه حديث كاس مخالنا وقص وين يا لا يأتي الرجل العظيم الصميم برسول وحائمنا يني وين يحوك بلا يوم القيامة لا يزن عند الله جراحة بحولته إلى أب تيسا لما وزن يا كان عقرب غير ما بدك مي كفد عبد الله صعب إنك فيره هوين كفد عبد الله صعب بجنا عق كان عقرب غير ما بدك مي كرم حيال وح عمل ومركع وهيان تري فلا نقيم أصلين ما إنه أقول ما إن الله ميلا يوم القيامة وزن الميزان أصلين ما إن كل كي قال إلى أكبر رمي سيس ثم دي سوا كبر رسالة مؤمنين ترى رد أكبر رمي إن الذين قوا آمنوهم يجوا عملوا الصالحات أعماش ونكسن فلك كانت وحاوهات اللهم يجد جنات الفردوس فردوسة جنات كذا نزولا مرتقرية وحاد خالدين حاليهم قوة قوة عرية فيها جنات أحرار لا يبغون مضى البيان عنها جنات حق حوالا مريقا كوريقان تبكى سعددا اللي يعني بله كوى الرمي قوة مؤمنين تعمل الصالحة اللي مدرسوشين الرمي جنات فردوسة هي اللي مرتقرين يا ذو الهي وإن قوة عرية جنات أولي وتكبح مايا من الدنيا يعني كوريجان جمعة بين عقلين كوريجان ما مرة أرك سجارة إلى هو عوشة في الدوس لا كان الله جنة طول في الدوس يعني جنة طول في الدوس جنة في الدوس أمرك إلى جنة كا هو جمع أو جنة يكوي بدينه وعمل دوس صحيح رسول عليه الصلاة والسلام الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأحسنها وحاول مد أوس صحيح وغنى فضل البدن وغنى وناكسن جنويك ويام رسوله وعاكلوا إلى حديث بخاري المسلم بقصوة إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسة إله الجنة مركز ويديسان إيسان جنة الفردوسة مدى عالى ويديسته فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر وانهار الجنة وحاول جنة مدى أغصى حيثي وغناكسن وبيالك جنة مدى كبر قوي قل وحاطر عمبي الله كار البحر بدو حديثه يدادا قد حديثه لكلمات ربي ربي كلمات كيس حديث قد أطع لنفد البحر بدو ويطمع الله قبل أن تنفد انت ينمى معنى كلمات ربي ربي كلمات ديس ولو جينا أعلمنا معنا بمثل يسوك لمددا آيات ما سترين ذلك جزاؤهم جهنم ذلك كاس جزاؤهم على القولي إقاب تعالى إقابة يا إلهي يقول ذلك كجزاؤهم يا أعضاء القوة جهنم النار الجهنم وحلو أباليهم إلى نار الجهنم محيكم متين بما كفروا بسبب ما كفروا قال نمي أي قالوبين سببك واتخذوا أي شيء آياتي آياتها يجي ورسولي رسول شيء رزوعا بألده أي كي شيء جهنم أعضاء القوة أباليهم وحيكم متين بلهي وقالوا أي قالوبين آياتها يجي كالقالوبين يا عيارة هذه الرسول شيء أو كي يشاه وحلو قول هذا مركب بلعك على عيارة وعموم أصلا علماء الوحي لهذا المفسرين ده يا رسول كبا عيارة قال الله قصة عرارة اللي وجود دين هي وصعب المؤمنين ترى طرف في كجيريسة كل كي عيارة إله هي الرسول شيء دي ضدك كجيس جيسة قبل دالي عدال كاس أصف بعد مرك إله هي حتى ضد مؤمنين حتى عيارة هي رب ساعة صوتك أي فضيل سبعنا كبل دالا سيدي استغفار آيات أما دي رسوش أوكال وحيالك قال لماذا كينا بويان داد كينا روحات قوار كيسا إن فرد الله إسكبه فضيل سنة يا آيات كارب أما رسوشين قل وحاطر النبي اللو كان البحر بدو حديته مدادا مد قد أؤل لكلمات ربي ربي كلمات دي ساعتين قد أطار لأن في دل البحر بدو لما الله قبل أن تنفد أنت يرد معنى كلمات ربي ربي كلمات كيس ولو جينا أعلمنا معنا بمثله سوى كلمة دادا وزيادة وقطعة رب سبحانه وتعالى وقوّر رمي كلمات كإلهي فربني ذا يوين كيدي أنت إلاك حدي بدا بيه هذا من قطع النقطة
oo lagu qoro kelimaadka ilaahay badaaqada kelimaadka ilaahay lagu qoro badaaq baa dhammaan lahayd kelimaadka ilaahay oon dhammaanin weelow iyadii oo kale haddii lagu soo kordhiyo buri oo bad kale dabada lagaga soo daran iyadii unbaa dhammaan lahayd oo aayaddeera kale rabbi waa ku kulahaa ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله هذه أرض الله واحد كسوان الجيد أها ومن قال إن لقد بقوا بعض أو تدور بعض مقول برينا قد لقد بقوا ما ينادى ما تين كلمات كإلهي أو عبد ما الله قال ما لا يقطع بعد إسلام ما الله قل وحاتر أنا بيو إنما أنا أريد بشر روح بانه مثلكم يدينكم كلا يوحى إلي وحى لي وحيودي أنما إلهكم إلهين إله منه يهو واحد كليئة فمن كان منك أهار يرجو مدرجا لقاء ربه ربه لكل كيسة فليعملها عمل فرو عملا عمل صالحا وناكسا ولا يشركون لو ذا جن بعبادة ربه ربه عبادة أحدا روحنا رب سبحانه وتعالى يقول النبي وحى تراه ذا أنا وحانا هي بشر إذنك وكلا روح إذنك وكلا أمبانا كلها وحان الله دارها إلا إيه وحيوذ حق إله وحلا إيه وحيوذ مدع سوام مدع الله دارية لكن بشرية نرقد إنسان أخوه إنسان وبشرة يوحي وكسر ديك إنما أنا عنه بشر بانا هيد مثلكم إذنك وكلا يوحى وحان الله إيه وحيوذ إلي عنك أنما إلهكم إلهين إله من إله واحد كلي وحاطر على عنه وحال إيه وحيوذ ونذين كل يريان إلهين مد إنه يهي مد كاكل أهون أمة عبادة فمن كان منك أهل يرجو مد رجين يلقاء ربي ربي لثواب كيسة يلقى كل كيسة منك الرجين آية 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 معنى هذه أولية منك ربي إن الله كل مد دون رجين يهي فليعملها عمل فلا عملا عمل صالحا من أكثر منك ربي قابا الله كل مئسلا ربي قابا كأبال فوحي أرمتا رجين يهي عمل ونأكسن اللي يمد أنا موافقا لشرع الله وعمل شرع الله وافق صن عمل قدو هذا وناد هو كذا شرع الله هو وافق صن عمل كيان سوم مريني والنقرية ولا يشرك روح عصيون لو ذا جن بعبادة ربه ربه إلا كل كيس أحد فورنا ربينا وح لو ذا جيون الجن لا نبي مرسلة ولا ملك مقربة ولا ولي وح إله لو ذا جيون الجن سورة مريم مكية سورة مريم بلغة وسورة